ان هنا نعبد ابوي يحل من في البيت الله يكون ثلاثه يقولني نعبد عيسى ومريم جبريل نسجد لله ثلاثه ابوي انا عدو سكير كتب حق مسيحي هنا كتب هنا ايوه ابوي من هنا كله كتب بعدين واحد صاحبي هو مسلم اثيوبي أعطيني بترجم بالإنجليزي قرآن أبوك قسيس؟ أبوي اشتغل في كنيسة قسيس أبوك أبوي أيوة بعدين أنا شفت قرآن بالترجم بالإنجليزي وعربي بعدين شفت إنجيل وقرآن أنا شفته واحد سنة شهرين قرأت بالإنجيل والقرآن أيوة شفته بعدين حصلت فرق نحن نروح كنيسة واحد أسبوع واحد أسبوع نروح لو في مشكلة نروح لو يبقى فلوس لو يبقى أكل لو يبقى ملابس أروح كنيسة واحد مرة واحد أسبوع لو ما في شيء ما يروح أبدا إذا ركبوا في الفلك أيوة الله نعم صين الأفنان المسلم كل يشوفه يصلي يرفع يده لله الله أكبر أنا بيت ماما أبا أختي أخواني كله ما يرتو بيت كل يوم نبكي في البيت ما في سلام أبدا ما في سلام بعدين أنا شفت القرآن بس قال القرآن الله واحد ما في ثاني ومحمد آخر أنبياء قال القرآن بعدين أنا روتو أبوي كلمته ليش ما نتغير دين ليش ما ندخل في الإسلام كلام بعدين يبقوا يقتلوني أبوي وأخواني عندنا من جدد ما في أحد مسلم أنت من فين جيت تقول نغير ديانة يقول بعدين يبقوا يقتلوا بعدين أنا شرط من بيت أنا وزوجتي في أطفال بزورة واحد في شرط من إثيوبيا لصومال بعد صومال روتو جيبوتي بعد جيبوتي في سفينة في بحر ايوه ركبت بحر عندي اول فلوس ركبت انا زوجتي بزوره ركبت بحر سفينه بعدين اليمن اليمن ذكرت في حرب مره قوي لكن الله انا ني قلبي يعرف الله بعدين انا امشي وزوجتي امشي من جبل من جزان لمكه 25 يوم ماشي برجلي انا وصلت اليوم وزوجتي وصلت لان نبقى مسلم حق دين اسلام بس انا ابقى جنة هذا الدنيا بسيطة ممكن 5 دقيقة موت الله اعلم انا ما يبقى دين مسيحي يبقى مسلم دين انا اسمع شيخ هذا شيخ اسمه انا من اثيوبيا واحد كبير مسلم حل من هذا شيخ لازم روح اندو يقول الله يسعدك هذا شيخ طيب هذا شيخ المعلم يقولني انا اليوم وصلت عندك بس انا ابقى يدخل اسلام يا شيخ الحمد لله الحمد لله يوم الحمد لله ولا انت وصلت اليوم تدخل ايوه انا امشي من جبل 25 يوم انا وزوجتي في بزوره واحد جانا اليوم انا ما يبقى مسيحي يبقى مسلم الله واحد ما في ثاني الله اكبر لا اله الا الله طيب الان انت تقول شوف انا اقول انت قول معي ها قول اشهد انا اللي اقول ايوه اوكي أشهد أن لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور الله يثبتك ويزيدك لا اله الا الله ما شاء الله الله اكبر الحمد لله